في 2009 وحقق المركز الثالث المنتخب الجزائري في 2005 في تونس. هذه بعض المعلومات عن المنتخب الشاب الجزائري الذي يطمح من خلال هذه البطولة إن كان الجزائر وإن كان موريتانيا بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. كرة اللعب إلى الأمام، أغلب، يا سلام على التمرير في مكان، محاولة، أوهو ضاعت وما زالت خطيرة، حارس المرمى، يا سلام على الكرة، لاعب المنتخب الجزائري منصور محمد أمين يحرز هدفا أولا في هذه المباراة في الدقيقة 10. ممتاز الكرة، لعبة رائعة من جانب لاعبي الأبيض أو محاربي الصحراء في هذه الدقائق. ممتاز المنتخب الجزائري، استغل الهجمة المرتدة بشكل ممتاز، لعب الكرة منصور في أول كرة وأول محاولة اصطدت في الحارس، أتوقع كان الحارس شوية طالع خارج منطقة الجزاء، لكن مع العادة شاهد صاحب التمرير الساحرة، إنه اللاعب زكريا أحد أفضل لاعبي هذه البطولة. شاهد تواجد حارس المرمى، والله شوية متقدم لكن استغل الخطأ واستغل أيضا ربكة حارس المرمى والدفاع وأضاف هدفا أول لصالح المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يريد أن يضيف أكثر من هدف، يعني تخيل أن هو والمنتخب الليبي متعادل، عودنا على المنتخب اللي يلعب بالروح يلعب بالتكتيك العالي مع كتيبة الفراعنة الشابة وجيل جديد للكرة المصرية، نتمنى أن نشاهده في القريب العاجل. كرة من حدوش، تقدم حدوش زكريا، يلعب لكورة، أوهو ما يصح إلا الصحيح والله. المنتخب الجزائري وعن طريق لاعبه اللاعب المميز جدا التوفيق شيري توفيق يضيف هدف ثاني ويوسع الفارق حدوث زكريا تقدم بمهارة عالية، لاعب رائع جدا 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 في هذه البطولة، يمتلك سمات اللاعب القادم للكرة الجزائرية. شاهد المهارة، شاهد الحل، شاهد التمرير، شاهد الوضع في من جانب اللاعب المهاجم، حطها في مرمى الحارس بالرأس. زكريا يلعبها في مكان فرحات زين الدين، فرحات حلوة من فرحات، اللاعب المتألق ممكن يسجل له كرة، يلعبها، أوه يستحق هذا اللاعب هذا الهدف، وأيضا يستحق الإشادة بهذا الهدف ويستحق الإشادة بهذا اللاعب، اللاعب الرائع جدا حدوش زكريا يضيف هدف ثالث ويضيف هدف شخصي له في هذه المباراة. هذا اللاعب انتظروه في القريب العاجل في الكتيبة الأولمبية أو الكتيبة الأولى للمنتخب الجزائري، لاعب متألق، لاعب ينتظر الشيء الكثير هو واللاعب فرحات زين الدين، هدف ممتاز جدا.